Welcome to Cardio Alex. احنا النهارده معانا الاستاذ الدكتور علي رمزي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. في حلقه جديده من ذا كلينك كنا عايزين نتكلم مع حضرتك في ما هي افضل طريقه لعلاج امراض القلب والاوعيه الدمويه. والله دلوقتي امراض القلب والاوعيه الدمويه دي بتختلف على حسب ايه المرض. اهم حاجه في العلاج التشخيص، دقه التشخيص. والتشخيص دلوقتي احنا عندنا التكنولوجيا دخلت بشكل كبير جدا في تشخيص امراض القلب، فعندنا بنبدا من اول الكشف الكلينيكي على المريض، وبعدين الموجات الصوتيه ورسم القلب، الفحوصات العاديه لمرضى القلب اللي موجة رسم القلب العادي، موجات صوتيه، ثم بنلجا لساعات الاشعه المقطعيه، رنين مغناطيسي. العلاج بيعتمد على التشخيص. علاجات امراض القلب تطورت جدا، اصبح غير العلاج الطبي اللي هو الاقراص والحقن وخلافه، اصبح في تدخل بالقسطره بطريقه كبيره جدا. القسطره فيها بدايه من علاج العيوب الخلقيه، سد الثقوب في القلب، عمل توسيع ودعامات للشرايين الارتجائيه، تركيب الصمامات القلب عن طريق القسطره. دلوقتي في تركيب الصمامات عن طريق القسطره البالونيه، الصمام الاورطي او الصمام الميترالي. فبتختلف العلاجات. هناك طبعا العلاج الجراحي برضه العيوب الخلقيه المعقده، علاج جراحي لها، وعلاج ايضا تغيير الصمامات الجراحيه اللي ما يصلحش اليوم العلاج الطبي. اوكي دكتور، كنا عايزين نعرف هي اعراض مرض القلب التاجي. اعراض امراض الشرايين التاجيه اللي هي ضيق في الشرايين التاجيه، وما نطلق عليه قصور الشرايين التاجيه. وكلمه قصور اللي هو الطلب بتاع احتياج القلب للدم لا يلبى لهذا الاحتياج نتيجة لضيق في احد الشرايين التاجية. فالاعراض بتكون غالبا مصاحبة للمجهود. لما بعمل مجهود يقوم يجي له البني ادم صعوبة في التنفس او الم في الصدر، الالم في صورة تقل او في صورة حرقان، وغالبا يكون مسمع في الكتف وفي الذراع الايسر وساعات الايمن. لو واحد اصيب يعاني من هذه الاعراض، ان هو لما يعمل مجهود بيجي له تعب في قلبه او في تنفس في صدره، يعني بيبتدي يبحث عن المشوره الطبيه. فاي حد بيجي له تعب في ناحيه الصدر مصاحب للمجهود، مهم قوي كلمه مصاحب للمجهود او للانفعال، بيبحث عن المشوره الطبيه ويبدا في الفحوصات الطبيه. وكنا عايزين نعرف ايه هي اعراض النوبة القلبية. اعراض النوبة القلبية اللي هو ما يطلق عليها الذبحة الصدرية، سواء ذبحة صدرية مستقرة او سواء لا قدر الله جلطة في القلب. بيكون الم شديد في منتصف الصدر غالبا، او حرقان، ويكون مسمع في الكتف والذراع، وغالبا ما يكون مصحوب بعرق شديد. وفي هذه الحالة بيبقى احسن طريقة للتعامل ان احنا نروح مستشفى علشان نعمل رسم قلب، ونقدر نشخص اذا كان هذا ذبحة. وفي حالة الذبحة في علاجات، وفي حالة الجلطة لا قدر الله هناك علاجات اخرى. الاهم علاج في حالة جلطات القلب الحادة اللي هو الم شديد في الصدر مصاحب بعرق، ان هو دلوقتي القسطرة التداخلية، ان احنا في شريان بيقفل نتيجة لانسداده، ان احنا نخش نفتح هذا الشريان، نستعيد سريان الدم الى عضله القلب. اوكي ميرسي جدا يا دكتور، كنت سعيده جدا بوجود حضرتك معانا السنه دي في كارديو اليكس. ثانك يو ميرسي.